رولا اكيد محضرت لنا اشياء جديده مثل العاده بفاشينيستا، وبعدين هلا عم يتغير الطقس وبنصير هلا عن جد عم ننزل الاشياء الحلوه ونجدد. بتعرف شو صار معي اليوم بالليل؟ حسيت في كثير شتاء وبرد وهيك، سقطت يعني جاكيت مع فرو، لقيت ما بدها هالقد اليوم. هلا عم بتحل كل اشاعات العواصف يعني عم تخذلنا. هي بتكون جايه بس عم بتحول. عم بتحول. كيفنا كاتيا؟ صفا؟ كاتيا انت لابسه اليوم من المود تبع الكثير دارج هالسنه الترند اللي هو الفلفت، والبليزر اللي هي دائما ماست هاف بالخزانه، والاوفر ذا ني بوتس، يعني اليوم انت مكملتها مع لوك جاي لعندك لوك 2017 2018. كاتيا اليوم عبالي كمل احكي هلا بنوال ونوفيلون، بس ما بتوقف بس على نوال ونوفيلون، بتوقف على كل هالفتره، سهراتنا، ظهراتنا، عشواتنا، ان كان عندنا بالبيت او بتظهري لبرا عند اصحابك، سهرات، نايت كلوب. سو شو فينا نلبس بهالفستيف سيزون؟ حتى في اعراس كمان بتصير كثير، شو فينا نلبس بهالفستيف سيزون بعد نقدر نشتريها ونستفيد منها هلا ولبعدين؟ الفيلفت بعده كثير دارج، بس ارجع نوه على شغله، وقت يدروا الشيء مينيموم بيكون 3 سنين اند بلس. سو الفيلفت بعده دارج، فينا نشتري فيلفت لانه مكمل بعد لسنه الجاي، يمكن يرجعوا يجددوه اكثر واكثر. رح فرجيكم اشياء بتاخذ العقل، حبلش من انا شو لابسه، لابسه جامب سوت انا كاتيا، لونه ما بعرف اذا طالع مزبوط بس لونه طالع هيك مزبوط على مزبوط وكثير حلو، طالع اللون موف، بيوتيفول جامب سوت، ضيق ضيق ضيق، اذا بنحسه شوي في ميليتري ستايل من هون على القبه، بدي فرجي من ورا قد ايه حلو كيف مخصور بتعطي شيب حلو للجسم، هيدي الخصرة بيعطي شيب كثير حلو للجسم. هيدا كنت عم ما حدا كان عم بيقول لي انه هيدا بده انت هيدا الجسم، نو بيلبق كاتيا، بيلبق كثير لانه هون اول شيء في سايزات معين، وكل حدا بحب يخصور من هون بيطلع حلو. الصدرة كبير فيها تلبسه، بتفتحه شوي يعني بينفتح حسب الزرار، سو ما تخافوا ابدا تلبسه، اكيد بس بدنا نحكي من هون بده يكون في شوية جسم. هيدا بيروح على البير شيب، البير يلي هيدا بيطلع كمان ظابط عليه، واكيد الريكتانجل يلي بده يكون موديل ستايل، اوكي؟ سو عبيتي كنت البس هيدا الشيء تقلكم قد ايه جامب سوت هين اللبس، وهيك ما بتعرفي حالك اوقات شو بدك تلبسي، حطي جامب سوت وامشي، بيروح على كل شيء، على عشاء، على سهره، على كل شيء. وما بتفكري توب بطل خلص كله يلا وبنلبس باجرنا وبنمشي. رح فرجيكم من هيدا المود يلي عبالي احكي فيه كثير، سهرات راس السنه، كريسمس سهرات، هيدا الجامب سوت كاتيا يلي كله بايات بيطير العقل، ما معقوله البايات كتير كتير حلو، يلي كمان من ورا عم نشوف في فتحه من ورا وحتى فتحه من قدام. هيدا بينلبس له اكيد برا اشانكري، واللي بتحب ما يعني ما يبين بينلبس له بروتيل سوداء بيطلع كتير حلو كمان، كتير حلو. هيدا بيطلع حلو معه اسكاربا انكل بوتس او اوفر ذا ني بوتس مثل ما لبسته كاتيا، بس اكيد على كعب عالي لانه عم نحكي سهره، هيدا بينلبس على سهره حتى في يروح فيه انا على عرس بديسمبر ايزلي اكيد. اوكي هيدا عبالي فرجيكم كمان هون اللي عم نحكي اكيد الجلتري الجلتري الجلتري، هيدا عم نحكي فستان قد ايه حلو هيدا كاتيا، فيك تلبسيه على نوفيلون او هلا عندك نوفيلون نهار السهره ماينس 1 بلس 1 بلس 2 ماينس 2 ما عم نخلص من النوفيلون والهيدا هيدا كثير حلو كمان انه ظهره كثير مفتوح على من ورا سو ايزلي على سهره، هيدا حلو بتبقوا بتخلوه لانه فينا يلبس معنا على كذا سهرات، والحلو انه كمان فينا نروح فيه على عرس كلون ناعم كثير معه، اوعى تلبسوا شبك معه لانه ديجا هو جلتر، بيلبس كلون ناعم اسكاربان بيطلع كثير حلو معه. سو كيفني معك كاتيا؟ فيري نايس، بس شو الكلون لازم يكون اسود؟ اسود ناعم، اسود الفاتح، ما تغمقوا كثير لانه ديجا هو، خلي يكون الفوكس دائما على القطعه وحده اللي هي هيدا الفستان. كاتيا بدي فرجيكي شيء مش انا انغرمت فيه. ليك هالبليزر التوب هيدي خلصت؟ ايه هيدي هيدا البليزر من هون كمان عم نحكي اكيد بايات سوري جلتر كله، ومن هون هيك يعني ميلي هيك ميلي هيك، قد ايه حلوه هيدي كاتيا، قد ايه حلوه، حفرجيكي اياها مع شورتا اذا حابله حدا يلبسهم ك يعني هيدا فينا نعتبره كانسامبل يعني بينلبسوا اي بس بردت يعني لا ما بدك تبردي، انا هون ايه هون بتعرفي انا شو بلبس معه؟ يا بلبس معه مانتو
إن كان جلد فرو حسب كل واحد شو بده، أو مشلح بيطلع بعقد. المشالح السميك الفرو بيطلعوا كمان كتير حلوين. هاي دولي نيو يير دبرت لكم السهرة أنا، خلص خلص ماينس وان نهار السهرة بلس وان، كله كله من هون، كله بفاشينيستا. سو هون كمان عندك كتير حلقات حلين لوقت لا أي، بس اليوم سبيسيفيكلي حبيت أعمل للفستيف سيزن. سو هاي دولي كتير حلوين أكيد. هيدا كاتيا إذا لبسناهن سوا فينا نرجع نحط له شو ما بدنا، ليكي هيك شو حلوين كثير. ميكس اند ماتش بعقد، بدي فرجيكم هيدا التوب من ورا قد ايه حلوه، هيدا التوب قد ايه ستايلش. اكيد هيدا بنلبسها مع ليجينج اسود مع جينز، لبسه هي وهيدا مع جينز بتضلها سهره يعني، ما بتضلها سهره. وهيدا اكيد فينا نلبس له كورولاوي اذا رايحين شيء هيك مهضوم، انكل بوتس اوفر ذا ني بوتس بيطلع كثير حلو. وقت نشتري شيء انصاب كمان كثير حلو نستفيد منه. هيدا كمان كاتيا بنلبسها مع ليجينج، بنلبسها مع الجينز كمان، بنضلنا رايحين على سهره ايزلي. هيدي راح اديت هلا ماي فيفورت بيس بالكولكشن، الاحمر احمر احمر. ما فينا كمان ما نحكي بكريسماس ما نحكي عن الاحمر. nice. كمان قد ايه حلوه هيدي التوب، هيدي التوب اخت هيدي التوب بس احمر، بس على احمر بعقده اثنيناتهم احمر حلو. ايه بعقده اثنيناتهم كمان هيدي التوب على كريسماس، انه كلنا بنلبس احمر على كريسماس مع الجينز بتطلع كثير حلوه، وكمان بنرجع بنقدر نستفيد منها بكذا ستيل. شو طالع عبالك نحكي؟ نحكي عن الفلفت، لنحكي قد ايه الفلفت بعده دارج هيدي السنه. هيدا الستيل كاتيا عم فكر شو مريح هالبنطلون. ايه هيدا البيجاما ستايل، بس على اكيد عنده ستايل اكثر من فوق، يلي مش هي شوميز. نحن تعودنا على البيجاما ستايل بتكون شوميز من فوق، هون بالعكس هون تجي هيك التوب. نايس تجي هيك التوب وكمامة طوال، سو فينا نلبسهم بنهار. في اعطيكم تيب صغيره كيف ينلبسوا، بتحطي فولار سميك من هون عطى يعني، فيك إذا اللي تلبسي هون بيعطوا بكل هيدا، فيك تلبسي بالبيت كاتيا، فيك تلبسي مع غير توب إذا اللي فيك تلبسي، وهيدي أكيد فينا نلبسها مع جينز مع لاجينج. بس هني البيجاما ستايل حلو ينلبسوا مثل بعضهم، أنا بحبهم ينلبسوا أنصامل يعني. في شيء كمان عبالي كتير كتير فرجيكم إياه حتحبيهم كتير لأنه أنا بلاقيهم كمان كتير براتيك. بدي فرجيكم أول شيء هيدا الجينز، على فكرة أنا هيدا الجينز عندي. نيكو شو حلو هيدا الجينز. اول شيء الفلير، وقت بنحكي فلير جينز كاتي يعني بيجي ضيق من فوق وبيفتح من تحت. لكل الاجسام لا، هيدا ما بيلبق لك اكيد، ما بيلبق لك الاجسام، حدا بده يكون ضعيف من فوق. بس الحدا منه طويل كتير بيلبق له الفلير لانه بيطول. أوكي. يعني بيطول وخاصة إذا كان تاي أوت بيطول. أنا للحدن الطويل كتير يعني مثل أنا طويلة بلبس فلير، بس ما بده يكون تاي أوت. أوكي. بده يكون تاي باس لأنه بيعطي كتير طويل بيصير ديفو. انتبهي كتير طول بيعطي ديفو كمان. سو هيدا اللي كتير بحبه هيدا الجينز، أنه من تحت يعني أنا لبسته بهالطريقة من هون بيفتح بينلبس مع تنس شوز، بينلبس مع أنكل بوتس، مع إسكاربا، مع أوفر ديني بوتس اللي بدكم. وعباله يعمل له كتير ستايل إذا فينا نفرجه من تحت شوي. هيدا نلبس له كولان فيشنت أو كلسات فيشنت يلي هو الشبك بيطلع بيطير العقل. نايس. رح فرجيكي هيدا الشي كاتيا مع هيدي التوب، قد ايه حلوه هيدي التوب، قد ايه بتذكرك بالستيل الديسكو بول القديم. أيه. هيدا بتلبسيها وخلصت، هيدي بتلبسي هيدي الستيتمنت بيس بتكون، قد ايه حلوه من قدام بس ليكي كمان من ورا قد ايه سكسي مفتوحه من ورا. بس شو حلوه مع الجينز بقى، ما هي هيدا هيدول بعقد. في كثير ناس بتحب تلبس جينز تظهر بالجينزات، انا وحده منهم كثير. سو قد ايه حلو نزيد بس هيدا الشيء هيدا التوب يلي هو عطى كل الستايل. بس بدي اعطي تيبس شوي على هيدا الموضوع كاتيا، هيدي التوب ما حنلبس لها سوتيا. اوكي اوكي ما حنلبس لها سوتيا لانه بينتزع كل المود. في البس لها سوتيا اذا كانت من ورا ايشانكري يعني من هون اللي بتتسكر ايشانكري. انا بنصح ينلبس ساعتها بادز بلا شيء حتى تعطي قيمتها مثل ما هي ما منزع. اوقات لبس البرا بتاثر نيجاتيفلي على الانسامبل على الاوتفيت على التوب بينزع كل شيء. سو هيدي بنلبسها هيك، في خصوصي بادز بينجابوا خصوصي تا ما يبين ولا ديفو ما يبين ما بيلالي ولا شيء. كيفني معك؟ حلوه هيدي. nice. اشترينا؟ اي اكيد اشترينا. يلا تكمل لك بالفلفت هون كاتيا. بالفلفت شفنا هلا اشترينا. اي عمي كيف كل واحد حسب ستيله. ايه بتشوفي زيت القطعه. اوكي
من الأشياء اللي كتير حلوة بهيدي الكولكشن بدي أقول لها ميرسي لمجايا دايما بتلبيني بالغراض على السريع بجيبها من طرابلس. راح فرجيكي كاتيا هيدا قدي حلو الجامب سوت. دايما بنحكي الجامب سوت قديش هي نلبسه لأنه منلبسه ما منعطى الهام لا من فوق ولا من تحت. أوكي هيك شو حلو very 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 nice. وبعدين مخصور بالسنتور مخصور بالسنتور وهيدا بيلبق لكل الأسام. هيدا ما في حجة حدا يقول لي بنصح ما بنصح لأنه واسع ليك قدي إجري واسعين وبيخصور. ما بتحب تخصور تلبسه هيك بتحب تخصور تحطه بالسنتور منزد له هيدا السنتور وهيدا easily فينا نلبسه على كل المناسبات هلا جايين عليها الفستيفيتيز الجايين عليها حتى بنروح فيه على عرس ايزلي على عشاء كتير 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 حلو. كاتيا بنصح ما ينحط شيء من هون لانه ديجا الفلفت قوي على العين ولانه في كمان وفي هون البروش اكيد بس هون حتى الشوز يمكن انجا يبين من تحته قد ما طويل سو فيري سمبل بوفر عليكم اكسسوارز دائما لانه مش الشغله ما بشوف شو بدنا نلبس لها اكسسوار سو هون موفر عليكم كل الاكسسوار. بعد عبالي فرجيكي مود اثنين مودز فلفت الباجاما ستايل بس هون بغير طريقه هون اكثر بتحسيها فانسي عرفتي كيف يعني الفلفت الفانسي اكثر كثير حلو هيدا اللي بحبه فيه هيدا البنطلون انه ليكي من تحت كيف بيلقط سو هيدا كمان مع سنيكرز بيطلع كثير حلو انكل بوتس بيطلع حلو وهيدي اكيد التوب من فوق اللي عطت كل الفرق هي بالقبه من هون انا بحب القبه هيك بتعطي كثير القبه واكيد هون البروش يلي حتى يكسر شوي طبعا نحط هيك بروش تا يكسر الداركنس شوي اللي بنشوفها هيدا واكيد اكيد اكيد هيدي مع شورت بتطلع كثير حلو وهيدي بعدين فيكم تلبسوه بحيالة طريقه مع كارديغان وهيك بيطلع كمان كثير حلو. عبالي فرجيكم اخر قطعه من هالمود قبل ما ننهي الحلقه يلي هو الفستان القصير الفلفت كمان سيم ستايل عن مثل ما شفناها البنطلون مع التوب بس هون على فستان كتير حلو لأنه كمان هون فينا نرفعه شوي وفينا يعني ينزل شوي كتير حلو مع كولان أكيد أنا بحب الأوباك أنا باي ذا واي الكولان كمان فيري كريتيكال اللي لبسه بليز أفويد الكولونات الترانسبيرنت اللميعة يعني أوقات بشوف حس حالي حانتحر بتعرفي كيف تقولي لا أنه مش معقولة هالمستيكس اللي عم بتصير انتبهوا وقتها بنلبس كولور شير ما يكون لميع يعني بعرف مش كله موجود بس انه ما تلبسوا لميع اللميع كتير بيعطي بشع على بيصير واحد بيروح بيطلب كولور شير بيشتريه وبيمشي اي بس ما بيطلع شو الفرق كتير مهم نشتري لميع ما بيعطي ابدا حلو لميعين يعني هون طلعنا من كونسبت الكولور شير اذا بدك تلبسيه لميع أي. يعني طلعوا هون حلو هيدا معه يا اوباك هيك مود اجريسيف حلو وانكل بوتس بيطلع كتير حلو او الكولونات السود الناعمين العادي كمان او كولون ناتورال بيطلع كتير حلو سو هيدي كانت الكولكشن كتير حبيت اليوم كان عندي وقت احكي عن كل قطعه بقطعتها وفسر مزبوط واعطي تيبس قد ما فيي سو هيدي كانت اليوم الحلقه اتس اباوت فيستيف سيزن هلا فايتين فيها كلها سو بعد حنحكي حلقات اكثر واكثر بعد اشياء سبيسيفيك ان شاء الله تكونوا حبيتوها كاتيا ان شاء الله انت تكوني حبيتيها كمان حبيت كثير الستايل بالاجمال هلا حلو الاحمر يكون موجود اكيد بالخزانه أكيد. على العيد دائما قطعه واحده انا دائما بقول كل سنه بقول شو هالقطعه الحمراء خلوها لانه سام تايمز تقولي انت معبقه كمان هيك بدك شيء فرفحي يمكن ما تلبسيها بس انه عن جد انه اوقات بتحط كل روح العيد باللون 100% سو هيدا اهم شغله ثاني شغله مشان دائما نعجقها نحن على نوفلون بتحسي هيك بدي اروح على السوق اشتري ما بعرف شو بدي اشتري لا بدنا نروق شوي دائما افتحوا خزنتكم شوفوا شو النواقص يعني بتكون دائما هيك في شيء ناقص بنحب نشتري نزيده انا بنصحكم هالسنه اشتروا فلفت عملت لكم كولكشن كبير فلفت الجليتر كتير دارش كمان عندكم جليتر كتير واكيد البايات عم بيضلوا من سنه لسنه والجامب سوت كتير كمان حبيت كتير المره الماضيه او بعرف اي مره كنت عم بحتريك وعم بتقولي انه خلينا انه مش انستغرامي خلينا ما نلبس القطعه الا مره واحده اهم شيء كاتيا هيدي شغله كثير مهمه مش بس اقتصاديا بس لانه يعني نحن القطع يلي بنشتريهم هن قطع بيناسبونا مزبوط يعني نطلع حلوين فيهم وبيريحونا معقول نلبسوا قطعة مرة واحدة يعني انه بيضحكوني عم بيصير مودة الانستغرام عم بتأثر السوشيال بريشر عم بيصير كتير كتير كبير
ما حلو ابدا، البسوا القطعه مرتين وثلاثه واربعه وخمسه وبوست يعني بيكتشرز، يعني هيدا بوست بيكتشرز ومش عاجبه ان فولو، خلصت هون يعني ما بدها شيء يعني اكسسوار هون. برافو كاتيا اللي قلتي بطريقه اللبس، زيدوا دائما اكسسوار، شيلوا اكسسوار، حطوا سنتور، حطوا فولار، تتغير لك يعني صار انه شوفوا لبستها مرتين يعني بشوف فاشينيستا هيدي عم تلبس القطعه اكثر من مره. ثانك يو ثانك يو، ميرسي لك كاتيا. لك اعياد حلوه من هلا لان بلشت الاعياد، بنحط وقفه وبنكون بعد شوي مع سانتي، خليكم معنا.